طيب عندنا عمال فلاحين، عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة. قبل ما اطلع فاصل اخير، طبعا بالنسبة للشباب برضو الاحداث الاخيرة اثبتت ان انت محتاج انك تحتوي الشباب وتحتضن الشباب بدلا من الجهات الاجنبية اللي افسدت عقول ناس كتير جدا. عندنا شباب وطني وعلى درجة كبيرة جدا من الوعي. فانت بدأت في الفترة الاخيرة مجموعة من الاجراءات زي مؤتمرات الشباب، زي المجلس الوطني للشباب. بتبدأ يعني الدولة بتبدأ تصنع قنوات تواصل، فهنا تأهلهم. انا اعتقد ان مجلس الشورى الشيوخ اللي جاي هيبقى في عدد كبير جدا من الشباب، لان السن 180 العدد 180 على الاقل. انا اتصور ان هيبقى اكتر من 180، واي عدد يقبل القسمة على ثلاثة اكتر من 180. اتصور ان هيبقى في عدد كبير من الشباب، والامل ان مجلس الشيوخ يفرز كوادر تملى الفراغ اللي موجود في الساحه السياسيه. ما عندناش اسماء لامعه حتى في البرلمان. يعني الغريب ان في البرلمان اداؤه كتيم ورك عالي جدا، نفذ قوانين وتشريعات ما حصلتش قبل كده، لكن على المستوى الفردي ما افرزش نجوم، ما افرزش قيادات. يعني زمان كنت تبص تلاقي 100 قياده و100 نجم. فانا املي ان مجلس الشيوخ يبقى الكوادر والخبره الكوادر. يبقى الفرصه بقى متاحه ان يظهر في كوادر جديده، ويبقى معظم تمثيله من الشباب. طبعا اشخاص ذوي الاعاقه ده حق مكتسب، واحنا شفنا لاول مره برضه. على فكره مصر بتحصل فيها حاجات ما حصلتش قبل كده، يعني الاهتمام بالذوي الاعاقه، وانك تعمل لهم مؤتمرات، وان الدوله تحتضنهم، وان الرئيس يبقى حريص على ان لقاءات الرئيس. ما كانش بيحصل قبل كده، ما كانش بيحصل قبل كده. اهتمام كبير. اهتمام كبير من الدوله، ونوع من الرعايه. نتمنى يعني ده جوهر ومضمون التعديلات. التعديلات حضرتك نقدر نقول انه يستفيد جموع الشعب من هذه التعديلات. بالظبط كده، بتقدم لقطاعات كبيره منح ومزايا، واهمها زي ما كان الاستاذ مفيد بيتكلم، الحرص على التمسك بحقك الانتخابي وصوتك الانتخابي، لان ده بدايه حقيقيه. استرداد صوتك الانتخابي ده انك بتسترد وطنك من اي دعاوى او من اي شائعات او من اي قوى مغرضه.